صباح الخير واضح. احنا شابات تونسيات نسويات ناشطات في المجتمع المدني قررنا نقوم بالحملة هذه لتعبيرنا عن نقص وسائل منع الحمل في تونس، رغم انه فما ترسانة قانونية تقول انه توفير وسائل منع الحمل بالمجان في المراكز الصحة الانجابية، لكن رغم ذلك كل يوم يتزايد النقص. تحدثنا في الفيديو عن وسيلة من وسائل منع الحمل. صباح تشوف لي هذا المكان موجودين ولا والله خويا باش نقول لك البرودوي هذا صعيب تلقاه باش ننصحني انا يقال الحل الاخر جوست ما عندناش منه في ستوك. وي يظهر لي ما فماش تي بارتوه ما فماش تي مقبله وانا ندور من البلاصه للبلاصه باهي اما انا راني ايست تقول عاملين علينا مزيه ديما يبقى لنا الحل الاخر اوكي سني تفضل اعطيني هذا كمان ويوم 8 مارس اليوم العالمي للنساء سنقوم بحملة أخرى على الإجهاض في تونس.